مفيش حد في مصر ما بيحبش كرة القدم، عشان كده ان احنا بنخليها متاحة للجميع. احنا ابتدينا ان احنا نجمع الناس ودعينا الناس اللي هي بتلعب كوره من اشخاص ذوي الشلل الدماغي ان هم ينضموا لينا. في ناس كتير انضمت لينا علشان اللعبه مش مشهوره او مفيش اتحاد، فالناس بدات تقل معانا. ابتديت ان انا اعرف اكتر عن اللعبه، فبدات ان انا اجمع الفريق. ابتديت بخمس اشخاص، دلوقتي احنا 25 شخص. احنا بنتفق على ميعاد اللعب، وبننزل قبل اللعب بساعه، نقعد في جروب كده نسال ايه الدنيا مع كل حد فينا، وان احنا نساعد الاشخاص ذوي الاعاقه ان هم يلاقوا فرص اكتر في مجال الرياضه، وان هم يكون ليهم متنفس. في ناس بتدعمنا ان هم بيوفروا لنا ايجار الملعب لمده ساعتين في الاسبوع، وده شيء جميل جدا، ونحاول ان احنا ننشر تحدي اللعبه عشان نقدر نشارك مصر في البارالمبيات. بندعي المجتمع ان هو يبص على القدرات والمهارات بتاعتنا من خلال كره القدم، من خلال اي رياضه ايا كان.